ده كده شكل الموديل اللي احنا وصلنا له. تعالوا بقى نتكلم لو عايزين نعمل شويه تفاصيل او ديتيلز في الشيب نفسه. تعالوا نشوف كده لو خدنا فيس زي ده مثلا، وليكن نروح هنا كده انسيت، هاخده انسيت لجوه. لو طلعت تربو سموز هلاقيه بالشكل ده كده. تمام، يعني من وقت للتاني مهم ان احنا نبص على التربو سموز، وعايز اعمل فيه هنا فتحة. طيب هقول له اوكي، او هزود كمان واحدة واقول له اوكي. ليه زودت كمان واحدة؟ عشان يبقى عندي هنا شارب ديتيل. تعالوا كده، عشان تعمل حاجة بالشكل ده او قط بالشكل ده لازم نعمل رايت كليك وناخد الكت تول. الكت تول على فكرة هي بتوصل وتقطع. لو خدنا الكت يا عم بعبد، لو خدنا الكت تول ورحنا للفيرسز، بصوا كده، لو ادت معاك كده يبقى انت واقف فوق نقطة، لو ادت معاك كده يبقى انت واقف فوق فيس، لو ادت معاك كده يبقى انت واقف فوق اتش. انا عايز اوصل النقطة دي بالنقطة دي والنقطة دي بالنقطة دي. عشان اضمن ان انا فوق النقطة بالظبط هروح للسناب توجل واعمل رايت كليك واقول له فيرتكس مود. هتلاقي دي متعلم عليها، شيلها قول له فيرتكس مود. فيرتكس يعني معناها ان انا لو عملت كده هروح للنقطة. طبعا اكليك انشطها بالشكل ده، اهو عمل سناب سناب سناب. هنعمل ايه؟ كليك هيطلع الواير، هنروح هنا كليك شمال في كليك يمين، نفس الموضوع من هنا لهنا كليك يمين، اصبح عندي البوينت اللي في النص دي. دي هعمل منها ايه؟ البوينت دي لو جيت هنا ورحت جاي ضاغط على تشامفر سيتنج، هضغط على تشامفر سيتنج هلاقيها بالشكل ده كده. طبعا لو رحنا للتربو سموز هلاقي الدنيا بالمنظر كده. احنا شغالين تمام. هقفل تربو سموز وممكن ابعد كده شويه في التشامفر هنا. على فكره لو ضغطت ممكن اقول له اوبن فيعمل لي الفتحه دي، وانا فعلا محتاجه مفتوحه، بس عموما انا هعمل كده عشان اوريكم حاجه تانيه. ونعمل اوكي. طب انا دلوقتي عايز احول البوينتس دي لسيركل، يعني عايز احولها لشكل دائري عشان اعرف اقطع. هو انا لو عملت كده هو هيداري، بس الشكل ده مستطيل. تمام، فانا لو عملت تمام في نشيل بقى السنابنج. في سكريبت حلو قوي بيعمل الموضوع ده. السكريبت ده بيعمل ايه؟ اولا سكريبت يعني ماكس لو بلجنز ولو سكريبتس. البلجنز والسكريبتس هي اضافات بتركب على البرنامج فبتديله وظائف زياده. السكريبتس في موقع حلو اسمه سكريبت سبوت، ده في عليه سكريبتس كتير جدا. عشان نشغل سكريبت او نعمل انستول للسكريبت هنروح للسكريبتنج، ومنها هنقول له ران سكريبت نيو سكريبت. لو انت هتكتب انت سكريبت هقول له ران سكريبت ديسكتوب. السكريبت اسمه ريجولارايز ايدج لوب دوت ام زي بي. هنكليك عليه ونقوم قايل له اوبن. هو كده اتعمل له انستول. هو يعني المفروض يشتغل على طول، بس انت اقفل ماكس وافتحه مره تانية. طبعا عشان اجيب السكريبت ده واشتغل عليه هروح لكاستمايز، ومنها كاستمايز يوزر انترفيس. استنى بس شويه على ما تطلع. هجيب من هنا اول كوماندز عشان يبقى عندي كل الكوماندز، وهضغط ار اي جي يعني ريجولارايز، اهو ريجولارايز ايدج لوب السكريبت اللي هو المكتوب قدامه كلمه بولي. هكليك السكريبت ده. طبعا هو مش كليك هيشتغل، بس انا كده عرفت اسمه. هو هيبقى في الكيبورد. هروح لتول بارز، وكل الحكايه هشده من هنا احطه هنا، يعني
انا عايز احطه قدامي ان بكليك هيشتغل، هقوم ماسكه من هنا كده وساحب وحطه مكان، ممكن المكان ده مكان ده كده، وكليك يمين على ده اقول له ديليت بوتون، مش عايز انا البوتون ده، فهيبقى ده كده. ممكن اقول له كليك يمين واقول له ايديت بوتون ابيرنس، ومن هنا اقول له ايمج ايكون، واختار له بقى اي ايكون من عندك يعني. طبعا في ايكون كتير قوي قوي، انا ما علينا يعني. المهم ممكن من هنا تاخد له ايكون، والله دي شكلها حلو، هقوم قايل له اوبن، تبقى بالشكل ده. بس السكريبت ده مش هيشتغل غير لو انت محدد 4 بوينت، تمام، او لو انت على البوينت مود. ما بيشتغلش بوينت مود، بيشتغل على ايدج مود، تمام. انا هقول له عايز الاثنين دول ودي ودي، ولو جيت عمل كده هلاقي عملها لي كده، تمام. وده صراحه سكريبت تحفه، تمام كده، وخلاص عاملهم بالشكل ده. لو انا جيت اعمل تربت مود شو اند ريزلت، هلاقيه بالمنظر ده كده. طبعا انا هروح هنا الفيسز وكليك الفيس ده ديليت، زي ما انت شايف عملت تفصيله زي دي. اقدر بقى اعمل ايه؟ نقدر نعمل حاجات كتير. نقدر نروح للبوردر ده، اكليك البوردر، عايز الشيب انريزل، ونمسك ده نقول له شيفت مع سكيل، شيفت مع سكيل، ناخد ده لجوه مثلا كده، وشيفت مع سكيل تاني، وننزل بده لتحت شويه، شيفت وانزل بيه كمان شويه، تمام كده مثلا، وشيفت مع سكيل تاني عشان اقفل لجوه، وانزل مثلا كده سنه. بعد كده اروح للتربو موس شو اند ريزلت، اطلع بقى بره القصه دي، عملنا حاجه بالشكل ده كده، تمام بالمنظر. هو كده وبس؟ لا، ده في اشد من كده كمان. لو قفلنا ده كده ورحنا للايريتابل بولي ده، تعالى مثلا نحاول نعمل حاجه هنا. طبعا هنا صعبه قوي، لو مسكت دي كده دي هتعمل فيها ايه؟ دي يعني لو جينا نعمل حتى تشامفر هنلاقيها بالمنظر ده، مش عارف هيشتغل معاها ولا لا. لو رحنا خدنا دي ورحنا خدنا الفيس ده ورحت جاي عامل انسيت لجوه، انسيت بس علشان ابقى بعدت عن الشيب الاساسي ده، تمام. ناخد ده كده ونمسك 1 2 3، مش عارف هيبقى ظروفه ايه. هو طبعا هو الاحسن ان هو يبقى 4 يعني، ما تمسكش 3 يعني، 4 هتدي لك اللي انت عايزه. هي دي مش هتديني حاجه يعني، حتى دلدت بيه وجيت عملت سموث مش زي ما انا متخيل يعني، زي ما انا متخيل. بس ادت الكوادريفاي، لو انا رحت هنا مثلا كده مسكت الايج ده اقفل، اوب، خدت بالك؟ كنترول زد، حتى لو شلت دي وشفت كده فسحبت لجوه بالمنظر ده. بس في نقطة، بص، لو انت عملت تربو فوز هتبقى بالشكل ده كده، لكن انا عايز ارجع كنترول زد خالص. عايز اروح للفيس على طول من غير حاجه، واقوم عامل كده ادري، هو ادى البروز ده، بس عادي هو لازم اصلا يدي البروز ده. على كل
هقوله سيمتري، هلاقي ده الناحية دي. طبعا لو انت عايز تكمل كمل، شيل ده كده واحنا عاملين سيلكت على البوردر، ممكن ناخد شيفت سكيل سكيل ده لجوه كده شوية، ونقوم ساحبينه كده سنة، وشيفت وموف لجوه. لو جينا شفنا كده هنلاقي الدنيا بقت بالشكل. تعالوا نكمل، نكمل هروح هنا مثلا على فيس زي ده، وممكن اقوم رايح انسيت اخده جوه كده، اوكي، وممكن اطلع فوق اجي للايدج مود واكليك الايدج دي وبس اخدها لجوه كده. نعمل تربو سموث سيمتري وابقى خدت. طيب دلوقتي انا عايز دي تبقى باينه، ما تبقاش سموث قوي كده. السموث بيعمل ايه؟ السموث بيجي على ايدج زي دي وايدج زي دي ويعمل بين الاثنين دول كيرف. هو ده اللي هيحصل، بص كده كيرف اهو، خد دي زقها كده وراح عامل بين دي ودي كيرف بالشكل ده كده. فانا عشان امنع الكيرف ده يحصل او يحصل في مساحه ضيقه، لازم احط هنا ايدج تاني، يبقى دي كده بقت شارب والكيرف يحصل هنا. طب دي تيجي ازاي؟ بطريقتين، اما ان سيلكت الايدجز دي واقوم نازل تحت هنا كده هلاقي كونكت، اكونكتهم ببعض. في الحاله دي لو عملت سموث شايفين بقت شارب ازاي، ماشي. طبعا ممكن اقول له سلايد وازق الاتش دي هنا كده، لو جيت عملت كده هلاقيها بقت شارب اكتر بالمنظر ده. او الطريقة التانية ان انا اروح للريبون، ومن الريبون اخد السويفت لوب، مجرد ما اقف هنا كده هقدر هنا احط كت، واقدر هنا واقدر هنا احط كت. لو جينا عملنا كده هلاقيها بقت شارب قوي بالشكل ده. نيجي هنا هنا شيل سيمتري اند ريزلت. طبعا لو كده مش عايز يضيع السلكشن، ليه؟ لانك انت على مود من دول، اطلع بره المود الاول تمام واعمل كده، وهكذا في الباقي. مش عايز اتعمق قوي، بس على الاقل اشتغلنا على شويه الادوات دول، يعني ايدينا مشيت شويه. احنا قلنا مش بنعمل حاجه سبيسيفيك، احنا مجرد بس بنجرب شويه. ممكن كمان نعمل حاجه حلوه قوي، لو احنا شلنا ده كده ورحنا على ده ورحنا مثلا خدنا الفيس ده والفيس ده ورحنا على انسيت، عملنا له انسيت لجوه بالشكل ده كده، نعمل اكسترود. طبعا هقول له لوكال نورمال وبس، هيبقى اكسترود صغير واللي ورا تقريبا. انا عملت كده مثلا، ادي واحد وبعدين واحد تاني وراه بالظبط كده، واطلعه سنه لفوق واقوم جاي عامل كده بالمنظر ده. لو انا رحت لتربو سموث سيمتري، اطلع بره المود، هنلاقي نفسنا عملنا الجيب ده.
ممكن كمان نقفل نروح هنا فيسز، هسلك هفضل عامل سلكت على الاثنين دول، بس هعمل انست لجوه، ازقه جوه شويه وهفضل برضو عامل كده. وخلي بالك بقى شايف ده، هكليك عليه، شفت عمل ايه؟ بس طبعا محتاج، مش هتسيبه كده، هتروح للسكيل وتسكيل تبع المنظر ده كده. طبعا هو عامل هيعمل فتحه في حته صعبه قوي. بصوا هو دي طريقه، بس لو عملت كنترول زد وقبل ما تشغل السكريبت تمام، قبل ما نشغل السكريبت نطلع بس فوق كده، شغل الكونسترين دي، بس خلي الكونسترين على الفيسز وشغل السكريبت. ده هيحافظ على التوبولوجي بتاع المجسم بتاعك نفسه، لان انت عامل، انت عايز تعمل عايز تعمل فتحة او قط في وسط ايدج تمام، فده صعب شوية. فكده انت حافظت على التوبولوجي بتاعك، قلل لي بقى كده زي ما انت عايز تمام، ديليت، اطلع فوق على البوردر، امسك البوردر ده شيفت وسكيل لجوه. طبعا مش عايز يعمل سكيل، ليه بقى؟ لان لازم تطفي الكونسترين ده. شيفت سكيل، اهو عملنا سكيل صغير. ليه سكيل صغير؟ عشان يبقى فيه هنا شارب ايدج، لما نعمل السموز ما يعملش الكيرف على طول. شيفت واسحب تاني، بعد كده موف. طب انا عايز اموف في نفس اتجاه الايدجز عشان نقلب اتجاه المحاور، هروح من فوق من هنا بدل ما اقول له على الفيو. معنى انك انت، انك انت بتقول له ان المحاور على الفيو، ان المحاور دي هتوافق المحاور بتاعه دي، بنسميها الورلد، يعني ده الاتجاه العام بتاع الفيو بورت بتاعك، اكس كده واي كده زد كده، بغض النظر بقى الاوبجكت ده لافف فين او الايدجز دي لافه فين، هو ملوش دعوه، هو ظابط المحاور دي زي دي. بس بالمنظر ده انا مش هقدر ان انا اعمل، يعني انا عايز اعمل شيفت كده، انا مش عايزها كده، ده انا عايزها تمشي مع الفلو ده، تمشي مع الاتجاه ده. عشان كده هطلع من هنا، بدل ما اقول له فيو هقول له لوكال. شايف؟ شايف زد نازله على فين؟ لو عملت بقى شيفت سحبت فانت نزلت بالمنظر ده. فانا فعلا عايز الشكل ده، شيفت وانزل نزله بسيطه، شيفت تاني وانزل نزلة أكبر شوية، سكيل، هسكيل من غير شيفت بالمنظر ده كده، بعد كده هسكيل بشيفت عشان أخد القفلة دي، بعد كده موف تمام، شيفت واسحب سحبة صغيرة لفوق تمام، وشيفت تاني واسحب سحبة طويله كده. هي تفصيله انا مش عارف انا بعمل، بس يعني حاجه ظريفه. شيفت تاني واخد سكيل، وبعدين شيفت تاني وانزل كده نازله، وبعدين انزل لتحت تمام. بصوا بقى لو جينا عملنا سيمتري، ادي السيمتري، بصوا بقى تربو سموث، اطلع بره المود بتاع السلكشن، هنلاقي ديتيل بالشكل ده كده. حاجه جميله. طب دلوقتي انتوا لو خدت بالكم ده جاي راوند كده، لو انت عايزه كده قشطه خليه، لكن لو انت عايز انك تخلي دي فيها شاربن شويه، تخليها يعني ليها ايدج، هنعمل ايه؟ زي ما قلنا هنعمل كات. الكات اسهل حاجه، بدل ما نروح نعمل نسلكت الايدجز دي نعمل السويفت. بس انا هسلكت الايدج دي عشان اوريكم امر. لو رحنا للايديتابل بولي ورحنا للايدج مود، طبعا انا هقفل الاند ريزلت، هسلكت ايدج من دول. في عندي هنا امر اسمه رينج، رينج سلكشن، بيقوم سلكت الايدجز اللي بتوازي بعض. لو جيت عملت رينج زي ما انت شايف عمل سلكت على دول. لو جيت عملت لوب عمل سلكت على الايدجز اللي ورا بعضها.
فانا مش عايز دي، لكن انا عايز اسلكت ده رينج. خلاص عملت رينج، انزل تحت قول له كونكت. طبعا لو عملت النص لا، انا عايز كمان وحداية، وعايز ده زيرو. وبعد كده تعال هنا وقول له زق لي دول هاتهم كده. انا كده بقرب دول من بعض بالمنظر ده. خلصت دي، هات دي، نفس الموضوع، اطلع فوق رينج سيليكشن وانزل تحت كونكت. هو تقريبا يعني في مكان ظريف، بس يعني هو عايز يسلايد شويه كده. بص بقى كده لما نروح على السيمتري اند ريزلت تربو سموث، شايف هي دي. تمام، لو جينا نطلع كده تمام وطلعنا بره قرب، شفت بقى دلوقتي بقى عامل ازاي؟ بدل ما كانت دي طالعه من هنا لهنا على طول زي الكيرف كده، لا خدت الشيب ده وبعدين نزلت على كده. طبعا تقدر تطبق نفس القصه دي هنا مثلا، يعني تعال نشيل ده ونروح هنا. خلاص تعال ناخد حاجه حلوه قوي، ناخد الفيس المجموعه دي كده تمام، وننزل تحت خالص وهقول له اكسترود. تمام، بس تعالى كده بص هنلاقي دي كده طبعا مش حلوه، اقفل. نعملها بالسويفت لوب بقى، احنا عرفنا الكونكت، نعملها بالاداه الثانيه. هروح كده كده واروح للسويفت لوب، وتعالى هنحط هنا ادي كت، وادي هنحط هنا كمان. طبعا بقى هي رخمه شويه في حته السليكشن دي، فهنحط هنا كت كمان، وهنحط هنا واحد كمان، وهنحط واحد كمان. بالمنظر ده اديك شفت الفرق. طبعا دول برضو جايين بكيرف، ممكن نشاربن دول. هقوم جاي هي بقى السوفت لوب رخامتها في السليكشن دي، هاخد واحد كده وواحد كده، واخد واحد كده وواحد كده وواحد كده. بالمنظر ده انا شاربنت ده كله، يعني كل ده بقى شارب ايدجز اهي. تمام، اند ريزلت كل ده بقى زي ما احنا شايفين بقى شارب ايدجز. تمام، طبعا نفس الكونسبت ده ممكن نعمله هنا. لو شلنا دول ورحنا هنا كده ورحنا للايدج مود تاني وخدنا السويفت لوب، ممكن برضو اعمل هنا شوية لوبس، ممكن واحد هنا كده والتاني هنا كده، واحد هنا واحد. طبعا انا بعمل الكلام ده عند الكورنرز علشان اخد شارب كورنرز. حالا لما نشوف بقى ده هيبقى عامل ازاي لو عملنا تربو سموز. طبعا شايفين الفرق بعد ما كان كله بالشكل الكيرف ده، هنا الفرق واضح قوي، يعني شايف هنا كيرف عامل ازاي وشايف هنا الايدج شارب عامله ازاي. فانت بالخيار، يعني انت حابب تسيب ده كده ده اتس اوكي، حابب انك انت تخلي الايدجز شارب ايدجز برضو زي ما تحب. فده بيرجع لك وبيرجع لنمط الديزاين بتاعك. يعني برضو هنا نفس القصة، لو انا جيت عملت هنا كده وخدت السويفت لوب تمام، وجيت على دي وقمت واخد هنا كات مثلا، وقمت واخد هنا كات مثلا، وقمت جاي عامل تربو سموث سيمتري وطلعت بره السليكشن او رجعت البوينتر تاني، اهو بقت الايدج هنا شارب قوي. يعني اعتقد خلاص، يعني مثالي المثال كده بقى واضح جدا. لو حتى خدناها في الحته اللي في النص ده اهي اللي هي دي، لو رحنا للتربو سموث كده وقمت جاي واخدها هنا كده، طبعا مش جايه
تبقى رخمة شوية في السليكشن بتاعها، بس هنا مش نافع، هنا السوفت لوب مش نافع. مش نافع لان اللوب مش مقفول، فهي هتبقى ناقصه، هتيجي لغايه هنا. لو جينا عملنا كده بصوا هي واقفه لحد هنا، بس هي لو جينا عملنا كده مش هنلاقي ان فيها مشكله، تمام؟ هنلاقيها بالمنظر ده. عارف ان كان موديل يعني في شويه شغل، على قد ما هو صغير بس كان في شويه شغل كتير، لكن يا رب تكون المعلومات اللي فيه كويسة. في المحاضرة اللي بعد دي هتكلم شوية على ازاي ان احنا نشتغل بالشيبس. احنا اشتغلنا هنا بالجيومتري، عايزين نتكلم بقى ازاي نطلع بالشيبس دي، ازاي نطلع برضو مودلز، او ازاي نعمل منها بوليجونز. بعد المحاضرة بتاعت الشيبس دي هندخل على طول في الكونسبت بتاع اللايتنج، هنعرف بس ايه هو اللايتنج، ونتكلم بسرعة كده على التكتشر، ونبدأ مباشرة بعد كده ندخل على الريج. طبعا الريج مش بنتكلم على الكاركترز والكلام ده كله، لا، الريجز احنا بنتكلم على الميكانيكال ريجز او الديناميك ريجز، يعني بنتكلم مثلا ازاي بنحرك عجل، ازاي بنحرك تروس، ازاي بنحرك حاجات زي الروبوت ارمز، الكلام ده كله، ده اللي يهمنا في شغلنا. موضوع الكاركتر والقصه دي كلها موضوع تاني خالص. اشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.